قبل ما نتكلم على الماتش، عارفين حضراتكم ان النهارده كانت قرعه النسخه الجديده من بطوله دوري ابطال افريقيا اللي النادي الاهلي بنفكركم تاني بيملك فيها عدد مرات الفوز 10 بطولات، رقم قياسي بفارق شاسع عن اقرب منافسيه وهو نادي الزمالك اللي حقق 5 بطولات فقط. نتائج القرعه كالتالي: المجموعه الاولى فيتا كلاب الكونغولي، شبيبه القبائل الجزائري، بيترو اتليتيكو الانجولي والوداد المغربي. المجموعه الثانيه قطن الكاميروني، الهلال السوداني، سان داونز الجنوب افريقي والنادي الاهلي. المجموعه دي فيها فرقتين، سان داونز والهلال زي ما يكون كده مثلا ايه مكتوبين على البطاقه معانا، يعني سان داونز ثالث مره او رابع مره والهلال ثالث مره برضه، ربنا يكرمنا ان شاء الله. المجموعه الثالثه فايبرز الاوغندي، سيمبا التنزاني، هوريا كونيكري الغيني والرجاء المغربي. المجموعه الرابعه المريخ السوداني، شباب بلوزداد الجزائري، زمالك المصري والترجي التونسي. طبعا نقول لحضراتكم مشوار النادي الاهلي في دور المجموعات هيبدا بمواجهه القطن الكاميروني في القاهره ان شاء الله يوم 10 او 11 فبراير، بعدين نخرج بره لملاقات الهلال السوداني بالسودان يوم 17 او 18 فبراير، بعدها العوده مره اخرى للقاهره ومواجهه سان داونز احد ايام 24 او 25 فبراير، وبعدين مرحله بقى العوده هنروح لسان داونز في جنوب افريقيا احد ايام 6 او 7 مارس، ثم القطن الكاميروني في الكاميرون احد ايام 17 و 18 مارس، وبعدين نختتم المواجهات يوم 31 مارس او 1 ابريل في القاهره باذن الله. ان شاء الله ربنا يكرم الاهلي بمزيد من الجهد والعرق ومساندة جمهورنا العظيم بإذن الله نحقق اللقب رقم 11، لأن حضراتكم فاكرين اللقب اللي فات اتخطف مننا ازاي، لا مش عايزين نتكلم فيها خلاص، حاجة وعدت وراحت وخلاص، راحت لإخواننا المغاربة مش بعيد عننا. المهم قبل ما اروح لماتش النهاردة، أكيد كلنا تابعنا وشفنا إعادة امبارح لمؤتمرات النادي الأهلي بتاعت الرعاية. هتقولي إعادة؟ هقول لك عادة، يعني هو نفس التنظيم، نفس الكلام، نفس الاحترام بين الجميع، بين النادي الأهلي والمعلنين، قمة في الفرح لارتباط اسمهم باسم النادي الأهلي، فعلا ينطبق على الموضوع ده، يا بخت من ارتبط اسمه بالنادي الأهلي. أيوة ده حال المعلنين، هم بيقولوا على فكرة، هم اللي بيقولوا، وده حالنا احنا، احنا أهلوية، فرحانين بانتماء المعلنين للأهلي. اللي بيزيد اي حد فخر. شفنا المسؤولين في جي ال سي، شركه فرحان، شركه لبنانيه بالشراكه مع الاهلي، شفنا الراجل قال لك انا ما كانش ليا في الكوره خالص، ما كنتش اعرف لا اهلي ولا غير الاهلي ولا حد خالص، لكن لما بصيت على النادي الاهلي وشفت النادي الاهلي، حب جماهير النادي الاهلي والنادي الاهلي نفسه اجبرتني على متابعه الكوره وتشجيع النادي الاهلي. ده الراجل بيقول من بقه كده، اعلن امبارح كده. هو في كده؟ اه في كده مع النادي الاهلي، في كده واكتر من كده. انا ما بقللش من اي نادي من اي نادي اخر، ولكن النادي الاهلي اللي عايز اعرفه لحضراتكم واحنا عارفين وهم عارفين في حته تانية خالص. البعض ساعات بيعقد مقارنات ملهاش اي لازمه، هو بس عايز يحسسك ان في ايه حد قريب من النادي الاهلي، لكن لا، المسافات بعيده جدا 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 جدا. شهرة ناديك من المقارنة دي مقارنة ظالمة، مقارنة ظالمة، لأن في فارق زمني كبير جدا 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 بين النادي الأهلي وأي نادي تاني. ده الواقع اللي احنا لازم نعيش فيه. هتقولي أنت بتقول كلامه خلاص، لا أنا ما بقولش كلامه خلاص، دي أرقام إحصائيات كمان، مش أنا اللي بقولها، حتى المتابعين والدراسات اللي اتعملت. يعني في مقولة مشهورة بيقولها كمان اللي ما بينتميش للاهلي قبل اللي بينتمي للاهلي، ان النادي الاهلي هو سر سعاده المصريين في الرياضه. ايوه سر سعاده المصريين في الرياضه المصريه هو النادي الاهلي، لان النادي الاهلي منظومه محترفه على حق، منظومه محترفه على حق تخليك كانك عايش في اوروبا مش في افريقيا. اتمنى إن بعض المسؤولين عندنا وهتكلم فيها بعد كده يتعلموا. تعلم من أخطائك وتعلم من اللي أحسن منك. تعلم من أخطائك
وتتعلم من اللي احسن منك، حتى لو اصغر منك، حتى لو اقل منك. انما كل واحد في منظومه النادي الاهلي عارف دوره كويس قوي، حريص على مصلحه وطنه في الاول ثم مصلحه ناديه، بيتكلم في اللي يخصه بس، لا بيجرح ولا بيهين ولا بيقلل من الاخرين. بمناسبه التقليل من الاخرين، نقف بس هنا شويه لان انا عايز اتكلم اقل من دقيقه. في على مواقع السوشيال ميديا صفحه باسمي او عده صفحات باسمي بتسيء لبعض الجماهير، بتسيء لبعض الانديه. مش اولا الصفحه لا تمت لي بصله، وقلت الكلام ده قبل كده وعملت محضرين قبل كده، الصفحه لا تمت لي بصله. انا مش من نوعيه الناس اللي بحق يعني اغلط في حد، مش بتاعتي خالص خالص. ممكن انتقد، ممكن يبقى عندي جرأه بعض الشيء في النقد، بس ما يبقاش نقد جارح، ما يبقاش نقد، ممكن يبقى نقد لازع شويه، انما ما يبقاش نقد جارح، ما بقاش فيه نقد اسيء فيه بلفظ لاي حد تاني انا مختلف معاه، لا مش بتاعتي خالص. فانا بحذر من وجود الصفحه دي. الصفحه دي يا جماعه مش بتاعتي خالص، وانا ما بسيقش لاي حد. لو عايز انتقد هنتقد هنا، لو عايز اتكلم بصراحه هتكلم هنا، مش محتاج اي صفحات بره.